السلام عليكم. تعدد الأجندة والأجنحة العسكرية في العاصمة المؤقتة مشكلة باتت اليوم أكثر تعقيداً عقب الاشتباكات التي حدثت بين قوات الحماية الرئاسية وبين الحزام الأمني الموالي للإمارات وقيام طيران الأباتشي بقصف عدد من المواقع بحي العريش بخور مكسر. الحادثة باتت تشكل أرقاً لسكان عدن والمتابعين لمجريات الأحداث في العاصمة المؤقتة، خصوصاً مع تزايد الحديث حول فرض الهيمنة من قبل قوات عسكرية تابعة للتحالف وإحكام السيطرة على معظم أجزاء عدن التي تمثل عاصمة الدولة اليمنية. ماذا يعني أن يتخلى الجيش عن نقاط ومربعات أمنية تابعة له ويسلمها للحزام الأمني؟ هل تزال عدن خاضعة لسلطة الشرعية؟ أم أن الرئيس هادي أصبح ملزما بتسليم ما تبقى من قواته لسلطة أبو ظبي تحت الإكراه؟ هل يخسر الرئيس هادي كل أوراقه بعد أن خسر سلطته ونفوذ حكومته في عدن؟ وما تأثير هذا النزاع على معركة استعادة الدولة اليمنية؟ وما هو موقف هادي وحكومته مما يحدث؟ أسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في حلقة اليوم من المساء اليمني. نبدأ النقاش مشاهدينا الكرام بعد متابعة هذا التقرير. اشتباكات بين قوات الحماية الرئاسية والحزام الأمني الموالي للإمارات في منطقة العريش بعدن حادثة تلقي بظلالها الثقيل على صراع النفوذ والسيطرة في العاصمة المؤقتة. ربما لم يعد جديدا تكرار هذه الاشتباكات، إلا أن استمرار تدخل طيران الأباتشي الإماراتي لقصف قوات الحماية بات أمرا يثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة الدور الإماراتي وسلطته التي يمارسها في المناطق الجنوبية المحررة. مزاعم الاتفاقات المبرمة لتسليم المنطقة الشرقية لسلطة الحزام الأمني وهي آخر المناطق التي كانت تخضع لسلطة هادي عمليا لم تعد تكفي لتبرير المواجهات المسلحة والناعمة على حد سواء لإقصاء أطراف الشرعية. فمساعي الإمارات للسيطرة على القرار في العاصمة المؤقتة تمضي في سياق سيطرتها على السواحل اليمنية والممرات المائية الدولية وجزر سقطرى وميون في باب المندب، وكل هذا يأتي في إطار مساعيها لتتحول إلى قوة إقليمية نافذة. في الأونة الأخيرة بحسب مراقبين بات هادي ضعيفا وغير قادر على مواجهة الصلف الإماراتي في عدن، وهو يفقد آخر أوراقه العسكرية ويخسر سلطته في العاصمة المؤقتة، بدءا باحتجاز قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي أثناء عودته من القاهرة وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه بعدن وأن عليه العودة من حيث جاء بحجة خلخلة الأمن، وانتهاء برفض عودة محافظ عدن بحجة إفساده ما قامت به الإمارات في عدن. فقد توالت قصقصة أجنحة شرعية هادي العسكرية والمدنية وتحولت العاصمة المؤقتة إلى حمية إماراتية طاردة لرجال هادي وشرعيته، ومعها توالت التحذيرات من مخاطر تعدد الولاءات للقوى العسكرية وخروجه عن سيطرة السلطة الشرعية. يبدو أن صراع الهيمنة في عدن والمحافظات الجنوبية وفرض الهيمنة من قبل قوات عسكرية بعينها وإحكام السيطرة على معظم أجزاء عدن التي تمثل عاصمة الدولة يعزل سلطة هادي والحكومة الشرعية ويفقد أبناء عدن الكثير من آمالهم في الاستقرار الأمني وتوفير الخدمات. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال المليكي المحلل السياسي من الدوحة. أهلا بك أستاذ جمال. اهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام، حياكم الله. اذا استاذ جمال، كيف تتابع ما حصل بالامس؟ اشتباكات بين افراد من الحزام الامن اشتباكات بين الحزام الامني وجنود من الحمايه الرئاسيه، ثم قصف من الاباتشي التابع للطيران الاماراتي. باعتقادي ان ما حدث بالامس هو يؤكد ربما الفرضية القائلة، الذي اليوم لم تعد مجرد فرضية ولا مجرد تحليل، للأسف الشديد نقول هذا الكلام ونحن نأسف على ذلك، بأنه أصبح التحالف بدلا من أن أتى ليساعد الشرعية أصبح معيقا لأداء الشرعية. الأحداث اليومية والنمط التحركات للتحالف والإمارات خصوصا تدل على أن التحالف اليوم بشكل كبير جدا أصبح معيقا للشرعية ولعودة الشرعية أكثر منه مساعدا وعاملا من العوامل التي من المفترض أن تساعد على عودة الشرعية وعلى ممارسة مهامها في المناطق المحررة، وهذا ناتج عن رؤية قاصرة لدى التحالف، لأنه من المفترض إذا كان التحالف يفكر برؤية استراتيجية، إذا كان يمتلك رؤية استراتيجية فنجاح الشرعية هو نجاح
للتحالف، لأن المسوغ القانوني ما جعل دخول قوات خارجية إلى اليمن شرعيا هو أنها جاءت لإعادة الشرعية. إذا ما فشلت الشرعية في المناطق المحررة، إذا كان هؤلاء في الخليج في السعودية والإمارات تحديدا يفكرون بطريقة واعية تعي لغة السياسة ولغة المنطق ولغة العالم اليوم، فهم قادمون من أجل إعادة الشرعية. أي فشل للشرعية هو فشل لهم. إذا ثبت أنهم معيقون للشرعية فأصبح تدخلهم كمحتلين. ولا أعتقد أن الإمارات بعد التقارير التي اليوم كل يوم يعني نرى على الإعلام تقريرا جديدا يكشف مدى الاختراقات لحقوق الإنسان في الإمارات وكذلك السعودية، لا أعتقد أنهم بحاجة لملف أسود جديد إلى ملفاتهم. لذلك نحن نأسف مما يحصل، وما أراه أنا شخصيا أنه تأكيد لهذه الفكرة أن التحالف لن يعد يفكر بطريقة استراتيجية، أو أنه للأسف الشديد لم يبدأ برؤية استراتيجية منذ البداية، وربما كنا متفائلين أكثر من اللازم. طيب هذا يعني الآن نريد أولا في البداية أن نعرف هل يعني هذا إذا ما اعتبرنا أن ما يحدث هو انحراف في مهمة التحالف العربي باعتبار أن هذا التحالف جاء لإعادة يعني بطلب من الشرعية لمواجهة الانقلاب بشكل واضح، وهناك أهداف وضعها في سياق عملية عاصفة الحزم ومن ثم إعادة الأمل. إذا ما اعتبرنا أن ما يحدث الآن هو انحراف، كيف يعني يفسر هذا الانحراف بداخل التحالف العربي؟ من وجهة نظري هذا الانحراف لدى التحالف العربي يفسر من زاويتين. الزاوية الأولى هو التيه داخل النظام السعودي. هذا التيه لو أردنا أن نبحث عن أسبابه ربما نجد أسباب كثيرة، أسباب تاريخية وأسباب آنية. لو نظرنا على سبيل المثال في السبب الآني، هناك سبب ربما لا يعيره الكثيرون اهتماما، أنا ربما أراه أحد أهم العوامل التي استثمرت في الإمارات، أن هناك شاب عمره في الثلاثينات 32 سنة وأمامه عرش بحجم عرش المملكة العربية السعودية ويريد الوصول إليه بسرعة. هذه الحالة الشعورية، هذا اللهب وراء العرش هو الذي جعل الإمارات العربية المتحدة تستغل هذه الحالة الشعورية في تمرير مشروعها. طبعا لديها مشروع طموح لا يتناسب مع ما تفرض اللحظة الراهنة في المنطقة ولا مع الظروف الجيوسياسية الموجودة في المنطقة أصلا. إذا هناك عاملين، عامل داخل المملكة العربية السعودية وداخل العقل الحاكم اليوم، وفي المقابل استغلال وانتهازية لدى أبو ظبي في تمرير مشروع هو في الأصل مشروع يسمى بين قوسين طموح، لكنه طموح بطريقة غير واعية وغير مدركة وغير استراتيجية، لأنها لا تتناغم مع ما تفرض اللحظة. ما تفرض اللحظة أننا بحاجة، وأذكر بما قلناه في الليلة الأولى من عاصفة الحزم، أننا بحاجة إلى أن يعتبر الملف اليمني نواة لتشكل مشروع عربي جديد يمنع إيران من التوسع في المنطقة ويمنع أي مشروع آخر من أن يصبح العرب في هذا الشباب. لكن للأسف الشديد ليست هناك قراءة واعية للحظة. هذا السبب هو السببين على الأقل من ناحية من زاوية السعودية ومن زاوية الإمارات الذي أدى إلى انحراف البوصلة لدى التحالف برمته. طيب إلى أي مدى يعني تكمن مصلحة المملكة العربية السعودية في وجود يعني ضعيف بالنسبة للشرعية أو حتى عملية إضعاف هذه الشرعية بشكل أو بآخر، خاصة يعني مع وجود ميليشيات كثيرة في المناطق والمحافظات الجنوبية لا تتبع الشرعية وإنما تتبع أشخاص موالين للتحالف، أي ما مخاطر ذلك؟ هذا السؤال الذي يطرح في كل لحظة، ما مصلحة السعودية في ذلك؟ عندما نقول نطرح هذا السؤال علينا أن ندرك طبيعة هذا المكون. هذا المكون للأسف الشديد لم يستطع سواء السعودية والإمارات أن ترتقي إلى مستوى حساسية اللحظة. ما زالوا يفكرون بضيق أفق، ضيق الأفق لا يجعلهم يرون حتى مصلحتهم على المستوى الاستراتيجي. كنا نعتقد أن درس العراق سيكون بليغا وسيتعلمون منه، لكن للأسف أنا أتحدث بهذا الحديث وأنا أتمنى على المستوى الشخصي أن أكون خاطئ وأن تثبت المملكة العربية السعودية وتثبت الإمارات عكس ذلك، ليكون كلامي خاطئا ويكونهم على صواب. هذا لمصلحة اليمن ولمصلحة المنطقة برمتها، لكن للأسف الشديد الواقع يصرخ في وجوهنا أن هؤلاء لا يرون حتى مصلحتهم. لماذا لا يرون مصلحتهم؟ لا يرون مصلحتهم لأنهم ينظرون بضيق أفق. ما زالوا يريدون أن يصفوا حساباتهم مع التجمع اليمني للإصلاح، ما زالوا ينظرون إلى أن الإخوان مهدد، الربيع العربي مهدد. التفكير بهذه الطريقة قائمة المخاوف الوهمية المطروحة أمام التحالف
تعيقهم عن رؤية التخوف الحقيقي، وبالتالي تعيقهم أمام وضع رؤية استراتيجية لمعالجة القضايا التي تشكل تهديداً أمنياً لهم، وبالتالي هذا يجعل المراهقة السياسية هي الغالبة على المشهد. المراهقة السياسية يقودها اليوم أولاد زايد. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ جمال. دعنا نرحب بمن ينضم إلينا عبر السكايب الأكاديمي والباحث الأستاذ دكتور أحمد الدبعي الذي ينضم لنا عبر السكايب إذن من سكوتلندا. أهلا بك دكتور. مرحبا. حياكم الله. إذن دكتور، كيف يعني تتابع انحراف مسار تدخل التحالف العربي من منقذ للشرعية إلى مضعف وربما مقود أو مقوض لوجود هذه الشرعية ولأدوات القوة التي تمتلكها في عدن وبقية المحافظات المحررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهدي قناة بلقيس. بداية، كنت قد تحدث سابقا بأن اليمنيين استبشروا خيرا في 2015 عندما تدخل التحالف العربي نية إنقاذ السلطة في اليمن وإعادة الأمور إلى نصابها، وكان دكتور أحمد يبدو أن هناك خلل فني ما في التواصل مع الدكتور. إذن أعود للأستاذ جمال المليكي. أستاذ جمال، يعني في سياق تقييم الوضع الآن والحديث عن ما يجري في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة إلى حد ما عموما، هل يجري ما يتم عبر تنسيق مع الرئيس عبد الرب منصور هادي؟ إلى أي مدى هو راض برأيك وبحسب متابعتك عن أداء التحالف في هذه المحافظات؟ بالنسبة لي ما يجيب على هذا السؤال هو غير المعلن وليس المعلن. المعلن أن هناك تنسيق وأن هناك يعني رؤية مشتركة ما بين التحالف وما بين هادي كممثل للشرعية في اليمن، لكن الوقائع على الأرض ونمط التحركات، لأنه الاستراتيجية عندما تختفي من أراد أن يقرأها بشكل صائب عليه أن يراقب نمط التحولات ويضع نمط التحركات ويضعه في سياق. من يراقب نمط التحركات ويضعه في سياق مكتمل سيجد أن اللحظة التي نحن فيها الرئيس هادي والحكومة اليمنية هي أضعف ما تكون ربما خلال كل فترة يعني تدخل التحالف. لذلك للأسف الشديد لم يتمكنوا، لأنه لو كان هناك دعني أقول ما يشبه الرؤية التي تحافظ على مسافة، رؤية محلية تحافظ على مسافة بحيث تكون جاهزة للتعامل مع وضع كهذا، عندما يصبح التحالف متجاهل الإجابة على الأسئلة التي تفرضها الواقع اليمني، لابد أن يكون هناك مكون أو يكون هناك ما يشبه غرفة عمليات تستطيع أن تتحرك. غرفة عمليات تكون هذه جزء منها بشكل أو بآخر، قوة محلية تكون جزء أو بآخر بشكل منها، بحيث تستطيع أن تملأ الفراغ عندما يقرر التحالف أن يستغني عنا أو عندما يقرر أن يعبث بالملف بأي درجة من درجات العبث. لو كان التحالف يشعر أن شيء من هذا سيحصل ربما لما تجرأ على العبث كما يعبث الآن، لكنه بعد أن تأكد أن هناك فراغا كاملا للأسف الشديد، عندما أقول فراغا كاملا بمعنى القدرة على التحرك، ربما هناك بعض المكونات أو هناك بعض حتى القوى التي يمكنها الحركة، لكن في ظل اللحظة الراهنة ليس هناك قدرة على اتخاذ القرار لا من قبل هادي ولا من قبل القوى المحلية للأسف الشديد، وهم الذين وضعوا أوراقهم ووضعوا بيضهم في سلة واحدة بطريقة لا تتناسب مع ما نعرفه أو مع الذاكرة التاريخية مع المنطقة. طيب أرجو من جديد أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ جمال. يعود إلينا دكتور أحمد الدبعي. إذن كنت تتحدث على متابعتك لانحراف مسار تدخل التحالف العربي، تفضل بإكمال النقطة دكتور. وكنت قد حذرت سابقا حقيقة من غياب خطة تنسيقية مشتركة بين الحكومة اليمنية والتحالف، فقد بينت الأيام أن هناك تحالف له خطة معينة والحكومة اليمنية لها أجندة أخرى وما إلى ذلك، فتصادمت الخطتان، وهذا نتاج طبيعي لغياب تنسيق كما قلت سابقا، من غياب غرفة عمليات مشتركة للتحالف والحكومة اليمنية، واستعلاء حقيقة الأمر التحالف على الحكومة اليمنية والتعامل معها بشكل فوقي بشكل مقرف حقيقة. أصبح الوضع يتجه نحو التعامل مع الحكومة اليمنية
كفصيل وليس كحكومة شرعية في البلد، وهذا حقيقة يدعونا للتساؤل الكبير. هل هناك ثمة تفاهم بين الحكومة اليمنية والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في حده الأدنى لاستقرار الأوضاع في اليمن أم لا؟ وجود التحالف العربي بهذا الشكل في اليمن وتحويل المحافظات اليمنية إلى أحزمة ناسفة حقيقة لا يخدم اليمن ولا يخدم التحالف، وهذه نظرة قاصرة بشكل كبير، لأن إذا أخفقت الحكومة اليمنية في استعادة السلطة في صنعاء لأيام قادمة أو شهور قادمة، فهناك خطر يداهم الخليج بشكل عام. ما يحصل في اليمن لا يهم اليمنيين فقط، بل يهم الجزيرة العربية بشكل كبير. غياب مراكز البحوث في مجلس التعاون الخليجي وبالذات في السعودية والإمارات والتعامل الجاد مع التهديد الحاصل في اليمن سيؤدي بالمنطقة، سينسف المنطقة برمتها، وهذا تحذير أجده في ليس كلاما هلاميا أو كلاما قائما على تخرصات، بل على وقائع حقيقة. لذا كل أمانينا الآن هي أن تتجه الحكومة اليمنية بالحديث الصريح مع الشعب اليمني ومع التحالف العربي لإيجاد خطة بديلة لما هو حاصل الآن. طيب يعني في هذه النقطة تحديدا دكتور أحمد، هناك من يطرح، أنت تتفضل بالقول أن الحكومة لديها خطة لكنها تتصادم مع خطة ورؤية التحالف العربي، وهذا ما يعني يلاحظ بالنسبة لك. لكن هناك من يقول أن يعني المظاهر أو الشواهد التي تمت على الأرض تعكس أن الحكومة تنطلق من مبدأ رد الفعل وليس الفعل، بالتالي هي ليست لديها خطة وإنما تعتمد على ما سيأتي من التحالف العربي ومن بقية الفاعلين، ومن ثم تعمل وفقا لهذا الفعل. هل ترى ذلك فعلا أم أن يعني المؤشرات على الأرض توحي بالفعل أن لدى الحكومة خطة؟ الحكومة اليمنية لديها خطة، لكن وأنا أتواصل مع مسؤولين يمنيين كبار، لكن القصة وما فيها أن الحكومة اليمنية التحالف العربي قام على تقليم أظافر السلطة أكثر من تقليم أظافر الانقلابيين، وهنا المشكلة. لا توجد موارد كبيرة للحكومة الآن، وهناك غياب واضح لتنسيق مشترك بين الحكومة اليمنية وبين التحالف لإعادة إعمار المناطق المحررة، وأيضا لدعم الحكومة اليمنية لكي تستعيد عافيتها وتقوم بواجباتها. يبدو أن التحالف العربي يعني يسره كثيرا وضع الحكومة اليمنية الهش، لأن له كما قلت أجندات. الإمارات العربية المتحدة لها أجندات في الشرق وفي الجنوب الشرقي، في الجنوب وفي شرق اليمن، وحيث تعتمد على التركيز على الموانئ والمناطق الهامة هناك الاستراتيجية، وأيضا المملكة العربية السعودية تقوم بنفس الدور التركي في سوريا، وهي أنها فقط تهتم بالمناطق المحددة لها، وأصبح هناك غالبية الشعب اليمني ما يقرب من 18 إلى 20 مليون هم تحت سيطرة قوى الانقلاب. بمعنى آخر أن غالبية الشعب اليمني الآن يرزحون تحت سيطرة الانقلاب، والتحالف العربي هنا يتمركز هناك بالأطراف، مهتم فقط بهمومه الشخصية، ولا يعير أي أدنى اهتمام لإعادة الحكومة اليمنية لتقوم بمهامها. هنا المصيبة، الحكومة اليمنية حقيقة صمتت كثيرا، لا أدري إلى متى ستصمت، لأن صمتها يزيد من تجاوز الطرفان، من تجاوز الطرفين السعودية والإمارات، وهاتان الدولتان لهما أهداف واضحة. طيب، في اليمن لهما أهداف أخرى غير تلك الأهداف التي يقولونها للرئيس هادي. طيب، من سياق حديثك دعني أتوجه بالسؤال إلى أستاذ جمال المليكي الآن. يعني عندما نتحدث على أن التحالف الإمارات السعودية تهتم بأهدافها أو تهتم بهمومها، هذا يعني أن على اليمنيين، على الشرعية، أن تهتم بهمومها هي، على أن تهتم بأهدافها الخاصة هي. لماذا لا يعني يخرج الرئيس عبد الرب منصور هادي ويتحدث بهذه النقاط؟ ما هو المقوض له برأيك؟ هو أنا باعتقادي هذا ليس ناتج عن اللحظة الآنية، هذا ناتج عن نمط تفكير لدى الشرعية. لا أعتقد، أنا من وجهة نظري، أن لدى الشرعية ما يمكن أن نسميه خطة بالمعنى العلمي للكلمة. لأنه ما معنى أن هناك خطة؟ معنى أن هناك
رؤية لسيناريوهات ربما تكون قادمة. يعني ما دامت الشرعية وما دمنا اليوم متفاجئون أنه لماذا يفعل التحالف ذلك فقط ونحن لا نملك إلا أن نتساءل، وهذه يتساءل مثل أي إنسان عادي مثلي مثله كرئيس جمهورية. إذا هذا لا يعني أن هناك خطة، الخطة تعني أنه في لحظة أننا إذا وصلنا إلى هذا لابد أن يكون هناك سيناريو للتعامل. من الواضح جدا أن الكل مندهش من أعلى هرم في السلطة إلى أقل شخص متابع وأقل شخص يعني يهمه المشهد اليمني. إذا هذا الذي نراه اللحظة هو نتيجة لغياب رؤية لدى الشرعية في أنه عدم الإجابة على سؤال ماذا لو تراخى التحالف، وهذا كان مطروح منذ اللحظة الأولى. منذ اللحظة الأولى كان الكل يطرح سؤال هل ستستمر السعودية إلى النهاية، هل ستستمر الإمارات إلى النهاية. يعني هو ليس سؤالا مفاجئا، لكن للأسف الشديد لم تعمل الشرعية مطلقا باعتقادي على الإجابة على هذا السؤال، لأنها لو كانت تعمل على الإجابة على هذا السؤال لرأينا اليوم واقعا مختلفا، ولا استطاعت الشرعية أن تجعل التحالف أكثر 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 حساسية في التعامل المسؤول مع الملف اليمني. طيب، يعني في سياق، عندما نتحدث عن ذلك في سياق الموازنة ما بين المصالح وكذلك يعني النقاط السلبية التي تنتج، الآن التحالف تدخل من أجل يعني كهدف معلن من أجل مواجهة الانقلابيين وإعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء بشكل واضح، والمضي في مخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة والمبادرة الخليجية استكمالها. ما يجري الآن في سياق ما يتم الإعلان عنه من مبادئ للتحرك الخليجي أو العربي عموما في اليمن، هل نحن في ذات السياق وإن كان الأمر يمشي ببطء، أم أن الأمر يعني يجري خارج هذه الأهداف من الأساس؟ نحن وصلنا إلى لحظة الوقائع على الأرض تجيب على هذا السؤال، تجيب على هذا السؤال أن هناك رؤية إماراتية، تحديدا أقول إماراتية، هذا لا يعني تبرئة السعودية لكنها إماراتية من ناحية المبادرة بالفعل. الإمارات اليوم في المناطق الحساسة اليمنية هي الأكثر فاعلية والأكثر قدرة على التحرك والأكثر قدرة على فرض آرائها وأفكارها. هذا ما تقول الوقائع. هذه التحركات ليست ناتجة عن تنسيق وعن تناغم بين قوى التحالف وقوى الشرعية، ناتجة عن تحرك انتهازي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هو تحرك انتهازي، صنعت الظروف لكي يصبح الواقع بهذه الطريقة، وأصبحت اليوم الإمارات ترى أن من حقها أن تقتف ثمرة ما فعلته ولو بطريقة انتهازية. الإمارات تتفكر بهذه الطريقة. السعودية إلى اليوم، قلت أنا بسبب التيه الحاصل داخل العقل السياسي السعودي الحالي هو حالة من التخبط والتيه، لا تستطيع أن تفرض رؤيتها على الإمارات أو حتى أن تقول للإمارات أن تقف عندما تحتاج منها أو عندما تريد أو عندما تقرر أن تقول لها ذلك. هذين البعدين يجعلنا نقول بشكل يعني يقيني أن ما يحصل اليوم في اليمن يعيق الشرعية ويعيق استمرار استعادة الدولة أكثر من أنه يساعد في ذلك. أشكرك الأستاذ جمال المليك الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة. وأعود إلى الدكتور أحمد الدبعي. دكتور أحمد، يعني يقول الصحفي البريطاني ديفيد هيرتز ويتحدث على أن الإمارات العربية المتحدة عندما تقوم بعمل في اليمن يعني بشكل عام هي تقوم بذلك يعني بحساب ثلاث خطوات للأمام، وهذا الأمر لا يقوم به بقية الفاعلين على الأقل في هذه الحالة في المشهد اليمني. إذا كان هناك علم لدى الأطراف اليمنية بما يحدث وبالتجاوزات، فهناك حاجة إلى بناء الأفعال على هذه الخطة. برأيك هل لدى الحكومة الشرعية ولدى الشرعية عموما مقومات التحرك؟ ما الذي ينقصها بالضبط في هذا المجال؟ ينقص الحكومة اليمنية الشعور بالمسؤولية بداية، ينقص الحكومة اليمنية الجرأة، ينقص الحكومة اليمنية أن تشعر بأن هناك 30 مليون يمني يعانون في البلد. الحكومة اليمنية تعيش في استرخاء كبير ابتداء من الرئيس هادي في فنادق السعودية وانتهاء بالحكومة اليمنية التي تعيش كنزيل في عدن وليس كمسيطرة على الوضع في عدن. الحكومة اليمنية أمام تساؤل تاريخي كبير، هل ما تقوم به الحكومة اليمنية بقيادة الدكتور أحمد عبيد بندار يتناسب والتهديدات الحاصلة في البلد والتحديات الموجودة في البلد
لا أعتقد ذلك. الحكومة اليمنية استسلمت حقيقة لجرأة الإمارات العربية المتحدة وصلفها وخططها. الإمارات العربية المتحدة تدير الوضع اليمني عبر مستشارين ورجال سياسة ورجال مفكرين استراتيجيين يعملون لإنتاج أرض صومال جديدة في البلد في اليمن. نحن نعرف كيف تدير أرض الصومال هي الآن في هرقيسة، ونعلم الطيران المباشر بين هرقيسة والإمارات منذ زمن. هي سيطرت على الوضع هناك، مستغلة الفقر في الصومال، ومستغلة وحاولت أن تسيطر على جيبوتي، لولا أن حكمة جيبوتي التي جلبت الصين وهولندا ومستثمرين آخرين من أوقفها عند حدها هناك. لكن في اليمن وجدت حكومة يمنية هشة، وضع يمني هش، حكومة يمنية غير جريئة، لا تعرف تقول كلمة لا أبدا، فتمادت من الخطة 1 إلى الخطة 2 إلى الخطة 3 إلى 4 وهكذا، حتى وصلنا إلى قصف القوات الرئاسية اليمنية. وهذه فضيحة كبيرة للحكومة اليمنية والرئيس هادي حقيقة، أن تقصف قواته عن طريق حليف، وهي التي تحدد لنا هناك في الجنوب في المحافظات الجنوبية من هو الشرعي ومن هو الوطني ومن هو الإرهابي ومن هذا. حقيقة تيه، ما يحصل في اليمن تيه كبير. نحن طلبنا من إخواننا في الخليج أن يتدخلوا لإنقاذ السلطة اليمنية وإنقاذ الجمهورية اليمنية من الضياع، فإذا بهم حولونا إلى أدخلونا أنفاق ومتاهات متعددة. الآن الحكومة اليمنية يجب أن تتحدث بشكل صريح مع التحالف، يجب أن تتحدث إليه بشكل صريح وتقول له ما يحدث على الأرض لا يخدمكم ولا يخدمنا. نحن لدينا 30 مليون غاضب مما يحدث. هنا سنبدأ نتحدث عن حلول أو انفراج إلى حد ما. ما عدا ذلك سنبقى في هذه المرحلة قد تطول سنوات، لأن حكومتنا اليمنية أسقطت من قاموسها كلمة لا، وهنا هنا هنا المصيبة. طيب دعنا نكمل هذا الحوار دكتور أحمد، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بضيفي عبر السكايب الأكاديمي والباحث الدكتور أحمد الدباعي، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن مستشار وزير الإعلام الأستاذ مختار الرحبي من عمان، وسأبدأ معه قبل العودة إلى الدكتور أحمد. أهلا بك بداية أستاذ مختار، يعني برأيك الآن الرئيس عبد الرب منصور هادي هو متواجد في نيويورك، هل سيعود إلى عدن خصوصا مع الضغوط الشعبية التي تريده هناك؟ أولا مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الكرام جميعا. بحسب ما أعلنه فخامة رئيس الجمهورية في لقاء الصحفي مع صحيفة القدس العربي الأسبوع الماضي، فهو أكد أنه سيذهب إلى نيويورك وبعد ذلك سيتوجه إلى مدينة عدن، وأن هناك ترتيبات قد تم إنجازها في مدينة عدن، وأنه سيعود مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مدينة عدن. بالتالي أنا أعتقد أن الترتيبات ما تزال قائمة، وأنه سيعود من زيارته ومن المشاركة في الاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة سيعود إلى مدينة عدن. طيب هذا الأمر يعني جاء ثم جاءت بعده الحادثة التي يعني تمت يعني بالأمس، قوات أو أفراد من الحزام الأمني يعني أو عفوا من القوات اللواء الحماية الرئاسية يسلمون نقطتهم في نهاية المطاف للحزام الأمني. الآن هناك تطورات تحدث في عدن، الأمر لا زال جاريا بالنسبة للرئيس هاد؟ أولا علينا أن نعرف أن ما يحدث في مدينة عدن هي أحداث متلاحقة وأحداث مرتبطة بعضها البعض. يعني حينما قامت الطائرات الأباتشي الإماراتية بقصف الجنود التابعين للقطاع الشرقي التابع للقوات الحماية الرئاسية، هم قبل ذلك قصفوا قوات أيضا تابعة للحماية الرئاسية بعد
أن قام مسؤول الحماية في مطار عدن أبو قحطان بالتمرد على قرار فخامة رئيس الجمهورية، وأعلن أنه لن يمتثل لقرار رئيس الجمهورية إنما يمتثل لقرار الإمارات العربية المتحدة التي هي من قامت بوضعه هناك في المطار ودعمته. بالتالي نعرف تفاصيل ما حدث في الفترة الماضية من تصاعد للإشكاليات والأزمة بين فخامة رئيس الجمهورية وبين دولة الإمارات العربية المتحدة. على إثرها طبعا كان هناك هجوم كبير من قبل وسائل الإعلام الإماراتية على رئيس الجمهورية وكذلك على الشرعية، واستمر هذا الهجوم من قبل قيادات وصلت حتى إلى وزير في الحكومة الإماراتية وكذلك السفير الإماراتي في اليمن. بالتالي الأحداث هي متلاحقة وأحداث يعني مرتبطة مع بعضها البعض، كما أن انقصفوا في المرة الماضية ولم يكن هناك، يعني دعنا نتحدث بكل صراحة، لم يكن هناك موقف حازم سواء من التحالف العربي أو كذلك من الحكومة لهذا الحادث الذي أنا أعتبره أنه إخلال بأهداف التحالف العربي الذي جاء من أجل دعم الحكومة الشرعية وإعادة الحكومة الشرعية وليس استهداف الحكومة الشرعية. لكن للأسف الشديد أن الإمارات قامت أكثر من مرة باستهداف الشرعية في مدينة عدن وقامت بإنشاء ودعم ما أعتبرها أنها ميليشيات خارج إطار الدولة سواء الحزام الأمني أو غيرها من المسميات التي دعمتها في المناطق الجنوبية، ودعم هذه الميليشيات المسلحة وتدريبها ومنحها السلاح هو أيضا يشكل خطورة على أبناء الجنوب. نحن نعرف أن الحزام الأمني وتشكيلات الحزام الأمني وغيرها من القوات هي من مناطق محددة من الضالع وكذلك لحج، وهناك أيضا قوات في شبوة وقوات في حضرموت. بالتالي أنا أعتقد أنه من الخطورة بمكان دعم قوات على أساس مناطقي، لأننا نعرف الخلفية التاريخية للمناطق الجنوبية والصراع الذي تم في الفترات الماضية وفي العقود الماضية. بالتالي هذا نوع من إشعال فتيل لأزمة قادمة في المناطق الجنوبية، ويبدو أننا أمام معارك قادمة وأننا أمام تطور لما كان يسمى بالطغمة والزمرة، وهذا طبعا لن يخدم لا الشرعية ولن يخدم الأشقاء لا في الإمارات وأيضا في المملكة العربية السعودية التي جاءت جميعها من أجل وتحت راية رئيس الجمهورية وتحت راية شرعية رئيس الجمهورية. بالتالي ما نراه وما يحدث الآن وما يراه المواطن اليمني هو فعلا يبعث على القلق، وهناك تساؤلات، وللأسف لا يوجد هناك جواب شافي لكل ما يحدث في مدينة عدن. نحن بحاجة إلى مصارحة ومكاشفة وحديث بشفافية لجميع أبناء الشعب اليمني ما يحدث في سواء المناطق الشمالية أو في المناطق الجنوبية ومصارحة الشعب، ولأننا اليوم إذا لم نتحدث اليوم ستكون التبعات وستكون الأعباء والضريبة باهظة في الغد. طيب أنت تحدثت عن مصارحة الشعب، يعني هو قبل فترة قالت مصادر أنه تم الآن اتفاق على مغادرة القوات الإماراتية استبدالها بقوات سعودية كنوع من الحل الوسط بين الشرعية وأبو ظبي. ما الذي تغير الآن؟ هل لا يزال الوضع على ما هو عليه؟ ما الذي يحدث؟ هم لم ينسحبوا اصلا، هم موجودين في المعسكرات التحالف العربي، هم لم ينسحبوا، هم هو ما تم اعلانه انه سيتم او انهم سينسحبوا من المطار وكذلك من القصر الرئاسي قصر معاشيق وكذلك من الميناء، هذا ما تم الاعلان عنه، ولو انه تم الاعلان عنه بشكل غير رسمي، لا التحالف علق واصدر بيان ولا كذلك قيادة المحافظة في مدينة عدن علقت وأصدرت بيان رسمي. بالتالي هي كلها ما يعني كانت أخبار وكانت تسريبات لم تكن حقيقة محض ولم تكن حقيقة تم الإعلان عنها بشكل رسمي. ويعني نحن نقول أنه تواجد الإماراتيين في مدينة عدن أو في باقي المناطق هو يعني هو مساعد ومعاون للحكومة الشرعية ومعاون ومساعد ورافض للحكومة الشرعية والجيش الوطني، ولكن للأسف الشديد أنه دعم أطراف ضد أطراف أخرى واستهداف القوات الحماية الرئاسية يجعل من الجميع يتساءل لماذا يتم استهداف قوات لم تدعم من الإمارات، ورفضت الإمارات أكثر من مرة دعم هذه القوات وتسليحها حتى مجرد تسليحها، رفضت تسليح القوات الحماية الرئاسية. طيب أستاذ مختار، يعني في الحديث عن عودة الرئيس هذه هناك أيضا يعني تساؤلات مهمة حول محافظ عدن سيد عبد العزيز المفلح الذي كان متواجدا في العاصمة المؤقتة ثم عاد إلى الرياض ولم يعد مع رئيس الحكومة إلى عدن، أين يعني محافظ عبد العزيز المفلح وهل سيعود إلى عدن؟ أنا أعتقد أن ما حصل من تسليم للقطاع الشرقي وما حصل من
تمدد للحزام الامني في 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 مدينه عدن هو قد يكون جزء من الاتفاق الذي تم من اجل يعني التهدئه ومن اجل منح مجال للمحافظ لكي يعمل، لانه انا اعتقد ان تحركاته خلال الفتره الماضيه قد ازعجت كثير من الاطراف، خصوصا بعد الفشل الذي كان في الفتره السابقه في فتره عيدروس الزبيدي. بالتالي يبدو ان هناك ترتيب للاوراق وان هناك تنازل مقابل تنازل اخر، خصوصا ان المجلس الانفصالي قد خفف في الفتره الماضيه، ويبدو انه جزء من الاتفاق انه يتم تهدئه المجلس الانفصالي الانتقالي ويتم يعني منح القوات التابعه للامارات في مدينه عدن مساحه اكبر لكي تسيطر على باقي ولكي تكون هي من تستلم سواء النقاط او الوضع الامني في باقي المناطق والمديريات التي ليس لها تواجد. اشكرك اذا استاذ مختار الراحبي المستشار وزير الاعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك. بالعوده الى الدكتور احمد دبعي الاكاديمي والباحث، والمعذره على الاطاله دكتور احمد، برايك يعني هناك مصادر خاصة تحدثت لقناة بلقيس وأكدت لها أن الإماراتيين يرفضون عودة المفلحي وأنهم قالوا بالحرف هذا سيهدم كل الذي بنيناه، ما الذي يمكن أن يهدمه المفلحي برأيك؟ المفلحي ليس شخص، المفلحي مشروع، المفلحي موجود كان في عدن لإقامة مشروع، هذا رجل طموح وعنده كفاءة عالية، يعرف ماذا يريد وكيف ينمي عدن وموانئ الجمهورية اليمنية بشكل عام. هذا المشروع الذي يحمله الأخ الأستاذ عبد العزيز المفلحي يتصادم مع المشروع الإماراتي بشكل قوي. المشروع الإماراتي يقوم على إيجاد أشبه بمرتزقة في اليمن كي يخدمون الإمارات العربية المتحدة كخدم لها، كموضع قدم لها في اليمن. الإمارات لا تريد أن تبقى في اليمن شهر أو شهرين، بل الإمارات تريد أن تبقى في اليمن طويلا، تحول اليمن إلى كما قلت إلى امتداد جغرافي يخدم مصالحها، بحكم أنه اليمن بلد استراتيجي هام، له موقع هام جدا، يتمتع بعمق استراتيجي لم تعرف قيمته للأسف الحكومات اليمنية المتعاقبة. الإماراتيون يعرفون قيمة اليمن أكثر من اليمنيين كمسؤولين، وهنا الإشكالية. عندما ظهرت ظاهرة المفلحي كانت ظاهرة عجيبة بالنسبة مفاجئة للإخوة في الإمارات، فلذلك ضغطوا بشكل كبير لكي يخرج عبد العزيز المفلحي من عدن، بحيث تصبح عدن بدون رؤية، بدون قيادة حقيقية، أو لنكون واضحين بلا مشروع. أن الأطراف التي تتدخل في البلدان تبدأ بتحطيم المشاريع التي تعيقها. المفلحي مشروع، ولذلك يجب إعاقته بالنسبة للإماراتيين وبالنسبة للسعوديين. يجب أن لا نتحدث فقط على الإمارات، السعودية منسقة بشكل كبير مع الإمارات، هي التي طرح بشكل أساسي، هي التي كونت التحالف العربي. لذلك أقول أن الحكومة اليمنية اليوم مدعوة قبل أي وقت آخر إلى إعادة التفكير في نمطية العلاقة بينها وبين التحالف. إذا استمرت بهذا الشكل فنحن مقدمين على كوارث، ليست كارثة فقط. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار الصحفي والكاتب الأستاذ باسم الشعبي الذي انضم لنا عبر الهاتف من عدن. أهلا بك أستاذ باسم. أهلا، حياكم الله، أهلا وسهلا بك. إذا أستاذ باسم، أنت كتبت في منشور لك على وسائل التواصل الاجتماعي أن قوات التحالف تتسلم المنشآت الحيوية والمدنية والعسكرية في عدن وهذه يتفرج. أريد أخذ منك معلومات حول المزاج الشعبي في عدن، هل يتساءل عن وجود الرئيس هادي؟ ما موقفه المزاج الشعبي أتحدث من ما يجري في العاصمة المؤقتة؟ في الحقيقة يعني الفراغ الذي تركته الشرعية اليمنية في مدينة عدن يثير كثير من التساؤلات لدى الشارع العدني هنا، وبالتالي يضع كثير من علامة الاستفهام، لا سيما استمرار غياب الرئيس عبد الرب منصور هادي عن العاصمة المؤقتة عدن، وأيضا صدور قرارات من قبله لتسليم القطاعات الأمنية للحزام الأمني في الوقت الذي كان هناك اتفاق بإعادة هيكلة الحزام الأمني وضمه إلى وزارة الداخلية. لكن كما يبدو الآن الحزام الأمني أصبح يلتهم
القطاعات الأمنية وأيضا يلتهم الملاجئ الأمنية الأخرى ويتوسع ويصبح تحت قيادة التحالف العربي، الأمر الذي يجعل وزارة الداخلية التي تشرف عليها الحكومة الشرعية دون جدوى ودون فاعلية في مدينة عدن. وهذا الفراغ الذي تتركه السلطة أمنيا في الحقيقة ينسحب على كافة الأنشطة الأخرى في مدينة عدن، وفي الحقيقة هناك انقسام كبير جدا في المشهد في عدن. المنتمون إلى الحراك الجنوبي يعتقدوا بأن تسلم الإمارات العربية والأجهزة الأمنية التي تشرف عليها المساحات الأمنية والمؤسسات هو انتصار لتوجه الحراك الجنوبي المدعوم إماراتيا، بينما الموالو للشرعية اليمنية يشعروا بخيبة أمل تجاه الشرعية اليمنية وتجاه الفراغ الذي تركته في مدينة عدن. وفي الحقيقة يعني هذا الانقسام وفي المزاج الشعبي في مدينة عدن سببه الكبير هو عدم وجود الدولة وعدم وجود الرئيس عبد الرب منصور هادي في صدارة المشهد العام في مدينة عدن، وبالتالي هذا ينعكس بشكل سلبي أيضا على نفسية المواطنين سواء كانوا من الموالون الشرعية أو أيضا للموالون للحراك والجهات الأخرى الذي أيضا هم بحاجة إلى الأمن والاستقرار، بحاجة إلى الدولة وبحاجة إلى الخدمة. طيب الآن عدم وجود هرم أمني وعسكري واحد كما يبدو أدى إلى ما يرى من فوضى، من انتشار حتى للسلاح والعصابات المسلحة وإلى آخره من المظاهر السلبية. برأيك إذا ما استمر الأمر بذلك أو على هذا النهج، هل سيقدر اليمنيون على السيطرة على الوضع فيما سيأتي؟ في الحقيقة يعني اليمنيون قطعوا شوطا كبيرا جدا في الثورة الشعبية وفي المقاومة المسلحة ضد الانقلاب وحققوا انتصارات كبيرة، لكن دائما القيادة الشرعية هي من تخذل اليمنيين فعلا الذين هم مشروع دولة ولديهم تطلع كبير جدا لتحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى بناء الدولة الاتحادية. كل هذه التطلعات الشعبية والجماهيرية تقابل بخذلان كبير جدا من قبل القيادة الشرعية التي تجد احيانا نفسها بعيده عن الهم العام لليمنيين والهم اليومي، وبالتالي هذا يجعل اليمنيون يعني يشعرون يعني بخيبه امل تجاه قياده الشرعيه. نعم. الذين كما يرون في استمرار الحرب ضد الانقلابيين فرصه ايضا ل يعني تحقيق مكاسب وارباح شخص. أشكرك أستاذ باسم الشعبي الصحفي والكاتب، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وبعودة أخيرة إلى الدكتور أحمد الدباعي. دكتور، يعني هناك من يتحدث عن مخاوف من تكرار ما مشهد ما حدث في يعني بعد سقوط عمران ودخول الانقلابيين إلى صنعاء، من تكرار شيء مشابه قد يحدث في عدن إذا ما استمر هذا الصمت أو يعني التقويض بالنسبة لسلطة الرئيس هادي. برأيك هل تستبشر ب ما يتحدث عنه مثلا الأستاذ مختار رحبي من عودة للرئيس هادي يرتب لها إلى عدن؟ حقيقة لا أستبشر بعودة قريبة للرئيس هادي إلا إذا رأينا أن هناك اتفاقا جوهريا حدث بين الرئيس هادي والتحالف العربي. الرئيس هادي لنا أكثر من سنتين وهم يقولون سيعود الشهر القادم، سيعود بعد أسبوع بعد أسبوعين. القصة كبيرة عميقة، هناك خلاف جذري في الإمارات العربية المتحدة تتعامل مع الرئيس هادي كخصم كعدو وليس كرئيس شرعي للجمهورية اليمنية. هنا المشكلة، تتعامل معه كخصم وهي ويجب أن تكون لها اليد العليا في الجنوب وفي بحكم أنها ساهمت في تحرير عدن وما إلى ذلك. هنا الإشكالية العميقة، لأنه الإمارات إذا لم تعرف حدها في هذه العلاقة بينها وبين هادي ستمضي قدما في ارتكاب حماقات كثيرة في الجنوب، وسنحتاج سنوات لإعادة تفكيك ما ستفعله هناك في الجنوب. إذن أشكرك دكتور أحمد الدباعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر السكايب من اسكتلندا، شكرا جزيلا لك. كما والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة هي تحية لكم مني ومن جميع أفراد طاقم العمل، إلى اللقاء.